انا عايز اخد حضرتك مايسترو، ويعني لما نتحدث عن الفن ونربطه كمان بتاريخ الاوطان، خصوصا الاغنيه الوطنيه. الاغنيه الوطنيه مهمه، وجودها زي السلاح بالظبط، لانها بتعمل شحذ للهمم، بتعمل كمان تسليح للنفس، وبتعبر عن الشعوب. يعني افتكر ان احنا في كل الازمات او في كل الحروب كانت دايما الاغنيه الوطنيه المصريه هي بمثابه ترديد لما يدور داخل الانفس. يعني كان الفن بيعبر زي الجندي اللي بيعبر كمان وبيدافع عن البلد بالسلاح. فإزاي قدرتوا من خلال هذه الفرقة الجميلة الرائعة اللي أنا شايفاها، واللي سعيدة كمان بكل السيدات الفضلايات والأنسات والشابات، أنا ببقى سعيدة بوجود المرأة دايما في كل مكان. فإزاي قدرتوا تعبروا عن روح الوطن وروح الشعب العراقي بأغاني وطنية جميلة تسنده وتقف جنبه؟ نعم حضرتك، أنا أعتقد شخصيا أنه الأغنية التراثية اللي تعبر عن هوية الوطن وتعبر عن تراث الوطن وتاريخه هي بمثابة أغنية وطنية. طبعا يعني احنا اليوم لما نتكلم عن أي قضية لها علاقة في تراث مصر أو العراق أو فلسطين أو الأردن أو هكذا، أي قضية تمس التراث هي تمس الوطن بالنتيجة. طبعا. هي تخلينا نقترب أكثر للوطن، نحب الوطن. اليوم أنا أعتقد الأغنية الوطنية، أعتقد شوية زمان الأغنية اللي نسميها التحريضية اللي هي الأغنية المقاتلة، أعتقد الآن مو وقتها، يعني 100%. اليوم أعتقد إحنا كلنا يعني في حاجة إلى أنه نكون نحب وطننا أكثر ما أنه أحياناً. يعني اليوم حتى في فلسطين المحتلة احنا اليوم نحتاج انه نثقف مواطننا ونشحذ فيه انه هذه ارضنا، هذه ثقافتنا، هذا تراثنا، هذه رقصاتنا، هذه اغنياتنا، اكثر ما اقول له احمل السلاح واطلع اقتل. طبعا طبعا. لذلك اليوم اعتقد الثقافة الوطنية هي افضل من الثقافة التحريضية. أنا شخصياً حتى الأغاني الوطنية اللي نستخدمها أحياناً تكون أغاني وجدانية، تتكلم أو تتحدث عن الوطن بطريقة فيها جمالية، زي أغاني عبد الوهاب. عبد الوهاب ما كان يعني أغاني ثورية تحريضية، والله وعرفنا الحب والحب في بلدنا تعلمناه، أغنية عاطفية مثلاً، وكأنه كان يغني يتغزل بالوطن. أنا أعتقد اليوم إحنا في حاجة إلى أن نحب وطننا، نؤمن في وطننا، نقترب من وطننا أكثر من حالة أنه الموت، نؤمن بحالة تحريضية. أيوة. نحمل السلاح ونقتل ونفجر نفسنا.